تتواصل عمليات تقديم الدعم للمتأثرين جراء السيول والأمطار بولاية الجزيرة في محليات المناجل وجنوب الجزيرة وأم القرى، وبدأت حكومة الولاية وغرفة الطوارئ في توزيع الخيام بمعسكرات الإيواء التي تم تحديدها بالمناطق المتأثرة، حيث بدأت الأثر تستقر نوعا ما. متضررين الله وقرقاني وناس السعودية جو وناس السودان جو، الله كتر خير وبارك الله فيهم، الله اللي ادونا له كثير منهم، ودائري طالب عدى دائرين الله، كان البناية دائرين وكان الشيل عندكم دائرين. ونحن والله احنا محتاجين لأكثر، كده محتاجين بنيان عديل، بنيان والله إن شاء الله يساعدونا، عندنا أتام وعندنا أرامل وعندنا ناس محتاجين في الغرق ذل، البيوت دي نصها وقعد، دارين مساعدة كثيرة، دارين مدارس ودارين مستشفيات ودارين يعني دارين مساعدة ودارين يدلعون من أخواننا. إلا أن هناك الكثير من المناطق ظلت تشكو من عدم وصول الدعم إليها رغم الجهد الكبير الذي تبذله غرفة الطوارئ بولاية الجزيرة. أنا من مواليد 1987، ما حصل مرة في زول جات فقدني ولا قال لي يا أخي أنت عايش كيف ولا حصل شنو، إلا الليلة أنتم كتر خيركم وبارك الله فيكم وربنا كتر على جزاكم، ما في مزول بيجينا نحن الليلة والله سعيدين كل السعادة كون انتم معانا وجيتوا تشوفوا الحاصل علينا شنو، الله نقول لكم جزاكم الله خير واحسان. نحن والله كل سنه بنغرق، الغرق جنبنا كلهم تشهد انه نحن الشقله دي كل سنه بنغرق من المطر ومن الظروف الصحيه بتاعت المويه اللي قدام ومن المير الغربي بتاع السكر، نحن سنويا بنغرق من مير سكر، والان الليله نحن السنه دي الشيش جانا ده ابهاتنا من 1988 كلام زي ده قالوا ما شافوه ولا رأوه، نحن في خطر، نحن في درق، بس نقول أجانا من الله بس الحمد لله، لكن والله تعبانين حد التعب كيف، ويا ريت ويا ريت لو ما الناس تمشي معانا هناك تشوف الحاصل شنو، ما في مواصلات، ما في أكل، ما في شراب، ما في سوق، ما في أي حاجة، بس عايشين على ربنا، شارع ماف، نورق قدام، صحة ماف، مستشفى ماف، نحن تعبانين والله تعب ما يعلم به إلا الله. نحن متضررين ضرر شامل، لا فارزين والشقلة لا عبرة لا العملية لا اللحام، تضرر شامل، شوارعنا متقفلة، الإنسان ذاته من الموسم ما بدأ، ما في إنسان كدي مشى الخلا. كل الحاجات اللي بيمكن لها الإنسان عشان يمشي السوق ذاته ما ألاقي آلة عشان يمشي السوق، مشانه كله بقى بالأرض. وفي ذات الوقت علت بعض أصوات المواطنين مطالبة بضرورة توفير أدوية الملاريا ورش المياه الراكدة بجانب توفير أمصال الحشرات السامة. نحن خايفين من المشكلة الصحية اللي قاعد موجودة الليلة، أنت بتخش البيت ما بتعرف روحك تكرش نفسك ولا تكرش أولادك، أولادك بيبقوا من البعوض، البعوض زايد بنسبة 85 ولا 800%، أنا بيتي قدام ما بقدر أخش حجرتي عشان من الحشرات من البعوض، الناموس فيه، البعوض فيه، الدبيب فيه، العقرب فيه، دي المشكلة حقت ناس الحين هنا. محتاجين ودايرين نواميس ودايرين حقنا ودايرين دواء وعيانين، عسي عيانين، النواميس دي قطعنا حبة حبة. في الأثناء تكثف وزارة الصحة بولاية الجزيرة من جهودها لمواجهة الأمراض والوبائيات التي قد تحدث نتيجة هذه السيول. نحن من أول يوم أول بأول كنا غيمنا المواقع، وصلنا كل المواقع غيمنا الوضع، بيحتاج لكلورة للمياه والحمامات والمراحيض عشان ما يجينا تجينا أمراض وأوبئة. من أول يوم نحن تواصلنا مع الجهات المسؤولة الأعلى منا اللي هي وزارة الصحة الولائية، بلغناهم بأنه الوضع ده فوق طاقتنا فوق طاقتنا. عدد من المزارعين عبروا عن سخطهم حيال الأوضاع القاسية التي يعيشونها، مطالبين بضرورة تعويضهم عما فقدوه من زرع بسبب هذه السيول، وطرحوا العديد من الأسئلة آملين أن يجدوا حلولا عاجلة لهذه المعاناة. بنتكلم عن الفيضانات اللي حصلت في الآونة الأخيرة، ونرجع شوية للخلف بانسحاب شركة الأقطان وانسحاب إدارة مشروع الجزيرة من تمويل المزارع وغفل نافذة البنك الزراعي بالنسبة للتمويل، تزامنت مع إغراق المشروع في الفترة الأخيرة. فنحن بنزال هل الغرق الحصل أو السيول الجاد بفعل فاعل أم سيول أمطار؟ بالنسبة للمزارعين الأضرار دي أضرار كبيرة جدا جدا، يعني زول يمرق من العروة الصيفية صفر اليدين، ما عنده حاجة،
يقتات بها او يقود بها اولاده، بالاضافه لانه حجم الدمار في المخازن بتاعت الناس، حجم الدمار بالنسبه للقرى، حجم الدمار بالنسبه للبنيه التحتيه بتاعت الري للمواجر والمصارف والسيفونات والترع، كل الغنوات بتاعت الري تاثرت من هذه السيول، ولا بد من ارجاعها الى طبيعتها والى سيرتها الاولى والى افضل من ذلك، عشان ما نحصل العروة الشتوية ونقدر نزرع محاصيلنا الشتوية اللي هي بتتمثل في القمح كمحصول أساسي، ونحن معروفين منتجين أكبر منتجين للقمح، والمحاصيل الأخرى اللي هي بتتمثل في الكبكبة وبتتمثل في المحاصيل اللوبة العدسية والمحاصيل الأخرى، الناس إذا ما قدرت زرعت العروة الشتوية نحن الفجوة الغذائية عندنا هنا محليا حترتفع، وحنظل محتاجين للمعونات والإغاثات، وحتزداد الأمور سوء وتتفاقم. من هنا نحن بنناشد الحكومة المركزية، بنناشد السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه ينظر لنا نظرة لمشروع الجزيرة، نظرة للري، يعني يقدروا يتحركوا في اتجاه إرجاع مواعين الري إلى سيرتها الأولى. حقيقة متضررين ضرر كبير، ولكن المشكلة الآن الحالية اللي بنعاني منها اللي هو التموين الشتوي، والتموين الشتوي بيتم على أي أساس إذا كان نحن على رأس الدولة القرار ضعيف، بدليل أنه البرهان وحميدتي سعر للقمح ووزير المالية ما نفذ القرار، القرار مشى قرار وزير المالية، والناس اللي على رأس الدولة تركوا الموضوع لوزير المالية، والآن نحن على أي أساس نزرع العروة الصيفية؟ نرجو من البرهان وحميدتي يكون عندهم قرار تمام. إصلاحات واسعة تنتظر وزارة الري بالأجزاء الزراعية الواسعة التي غمرتها مياه السيول بمشروع الجزيرة، فمعظم غنوات الري الصغيرة داخل هذه الأراضي تحتاج إلى تحركات سريعة لمعالجتها. مصرف الشوال، المصرف ده كمية المويه جات له أكبر من السعة التصميمية لتو، لذلك المويه فاتت عبرت الجسر الواقي للمصرف وعبرت ميجر الشوال، وفي كسرين أساسيين حدثا بفعل المواطنين نتيجة لاستشعارهم بالخطر الداهم الجاون اللي هي في منطقة عبود ومنطقة كويلة. فأنا يعني بتوقع من الإخوة في الولاية في الوزارة في المواطنين عامة إنه في الآخر يتفهموا هذه الأمور، هي أمور كارثية بتاعت كوارث عادية جدا بتحصل في أرغى المناطق. في مشروع الرهد حدثت نفس السيول وفي نفس التاريخ يوم 8/8 في ميجر السلام أو ميجر رقم 8 البيروي تفتيش العاشر، وأحدث يعني ضرر كبير في الميجر وعدة كسور وغرق 5 غرة، ويمكن يكون يعني هذا الحدث يعني حدث من سيول أتت من البطانة، باعتبار أنه هو في أواخر مشروع الرهد، وهي نفس المنظومة الموجودة في المناقل، باعتبار أنه هناك مصرف واغي يغي من السيول والأمطار لخارج المشروع، وحدث بنفس الصورة في مشروع حلفة المصرف الواقي لفرع صابر، وأحدث برضو السيول والأمطار كسور في المصرف وغرقت عدد من الغرى اللي هي زي 8 غرى تسمى غرى عرب، وبنفس المنوال حدث في هذا لا 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 السيول أحدثت يعني كسور في جسر الصعايدة في القاش، ولذلك يعني هذه السنة المطيرة أو السنة اللي بتكون فيها الأمطار نسبتها عالية يعني بتدي لحدوث يعني ارتفاع في المناسيب وارتفاع في أنه يحصل أوبرفلو في هذه المشاريع. وهنا في غرية الدوحة وما جاورها من قرى بمحلية جنوب الجزيرة، طالب المواطنون بسحب المياه التي تحيط بهذه القرى وتوفير الأمصال والأدوية بدلا عن الدعم الغذائي للأهالي.
احنا محتاجين لابواب تتركب لنا في ميجر الشوال الرئيسي بصوره دائمه كل سنه. نحن ما علينا الا نفتح هذه الابواب عشان ما تتصرف هذه شنو يا جماعه؟ المياه تتصرف المياه. محتاجين يا جماعه عندنا شفاط يعني لسنين عدده انه قاعد يا جماعه عباره عن شنو يا جماعه؟ خرده. محتاج يا جماعه للصيانه، محتاجين يجيبوا لنا او يركبوا لنا واحد جديد، يعني محتاجين لدعم شنو يا جماعه؟ بيقولوا دعم فني. لا بد من توفير الأدوية خاصة الملاريا والإسهالات ومصل العقارب والثعابين، لأنها تقالبت على الدوحة بكثرة. في ناس أصيبوا وللأسف الشديد يعني هنا ما كان عندنا أي مصل، فعلى هذه الشاكلة استطعنا أن نمشي إلى أقرب مستشفى اللي هي وين؟ في شبونة يا جماعة، وبالتراكتر الواطة كلها مالها مليئة بالمياه. محلية جنوب الجزيرة هي الأكثر تضرراً من السيول، ويتابع المسؤولون بالمحلية عمليات توزيع الدعم وأوضاع المتأثرين عن كثب، مطالبين بمزيد من الدعم والإعانة لتغطية احتياجات القرى المتأثرة. نحن فتحنا زي جسر جوي لدعم كل القرى، عندنا قرى مستهدفة كثيرة جداً في الحوش وفي الحداد وفي الحي عبد الله، هي القرى المتأثرة. والإغاثة والدعم إن شاء الله مستمر، الدعم المواد إغاثية بمواد بتاعت إيواء، مشمعات، خيم، عندنا مواد صحية برضو تصل الناس من أدوية، من أمصال، من مواد بتاعت الرش ضبابي.